احنا دايما كنا بنسعد وبنفخر بفكرة انه الاهلي منظومة شديدة الرقي والانضباط، ودايما في اشادات بطريقة الادارة في النادي الاهلي. بس الحقيقة انه السنوات الثلاثة الاخيرة وهي عمر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب شهدت فلسفة مختلفة تماما فيما يتعلق بطريقة الإدارة، والفلسفة دي ارتكزت على الأخذ دايما بأسباب المنهجية العلمية والتقدم التكنولوجي وهيكلة الإدارات المختلفة بما يتناغم والثورة الإدارية الحاصلة في العالم. الإدارة التنفيذية اللي بيقودها العميد محمد مرجان الحقيقة في النادي بفروعه وإداراته وقطاعاته المختلفة حققت نجاح كبير جدا، ودخلت في تحدي يتمثل في الحقيقة الاستعداد للتفتيش والإجراءات الخاصة بمنح شهادة الأيزو بعد أن تقدمت هذه الشركة المصرية الكبيرة بالتعاون مع الشركة الأوروبية اللي بيمنحوا هذه الشهادة للنادي الأهلي. لم يكن هناك أي نوع من أنواع القلق من فكرة الوقت الأكبر للاستعداد اللي في مؤسسات كتير بيمتد إلى أكثر من عام، أنت بتتكلم عن أقل من شهر. كان في الحقيقة رغبة أيضا ملحة من الإدارة إن هم يتعرضوا لهذه التجربة، وبالتالي لما الحقيقة المراقبين والشركة قامت بزيارة النادي الأهلي وبمتابعة عدد من الإدارات اللي منحت هذه الشهادة وهي إدارة الآي تي وسكرتارية النادي بالإضافة إلى شؤون العاملين وهي قطاعات كبيرة، قررت الإدارة التنفيذية أن تبدأ بها على طول، كان قرار منح الشهادة. وبالتأكيد هذه الشهادات كما تعلم بتمنح طبقا لمعايير ونظم معينة وضوابط لابد أن تحقق الحد الأدنى منها، يعني لكن الأهلي دايما بيسعى للحد الأعلى مش بس الحد الأدنى. كان هذا النجاح النادي الأهلي بيعتبره بداية، لأنه هذا الإصدار إصدار عام 2015، النادي الأهلي بيسعى إن شاء الله لإصدار 20 لإصدار 2021 لتعميم التجربة على كل قطاعات وإدارات وفروع النادي، وده الأمر بيستلزم مجموعة من الإجراءات ربما في مقدمتها عدم الاعتماد على الأوراق في المخاطبات وخلافه أنه تتحول إلى يعني إدارة رقمية وتكنولوجية، وده توجه الحقيقة كمان محمود للدولة المصرية. والنادي الأهلي كمؤسسة عريقة بتتميز بالإدارة حريصين دايما على الأخذ بكل أسباب التقدم زي ما قلت لك والمنهجية العلمية، فما في شك أن دي لحظة سعيدة كل أبناء النادي الأهلي سعداء بها، لأنها بتؤكد ما نسميه المؤكد، يعني وهو أنه النادي الأهلي وإدارته مختلف، في إدارة تنفيذية بتشتغل في إطار رؤية استراتيجية لمجلس الإدارة في تفاني من الكابتن محمود الخطيب. الراجل من أول يوم كان عنده رؤية مختلفة، بيقدر يوظف كل واحد في مكانه، حسن الاختيار الحقيقة للمديرين وللإدارات العليا ساعدوا في تنفيذ هذه الرؤية الإدارية، خصوصا هو تجربته الإدارية سواء في النادي أو حتى في عمله هي تجربة متفردة. هذه التجربة انعكست على الوضع في النادي الأهلي مع مجلس إدارة محترم فيه خبرات كبيرة جدا، مع إدارة تنفيذية تعمل ليل نهار برؤية وبفكر مختلف بقيادة العميد محمد مرجان اللي بوجه له التحية الحقيقة هو وزملائه في الإدارة على هذه الشهادة، لأن هي شهادة بالأساس في حقهم وفي رؤية مجلس الإدارة. فمن حق كل أهلاوي مش بس اللي بينتمي إلى منظومة العمل، لا كمان كل شخص بيشجع النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي زي ما بنقول دايما فاروق من حقه أن يفخر بهكذا شهادة. يعني في حصل ثورة إدارية على مستوى العالم من فترة طويلة، وإذا أنت لم تواكب وتأخذ بهذه الثورة والحقيقة أنه طريقة إدارتك ومنهجيتك تطابق المعايير العلمية وهذا العلم الكبير على مستوى العالم، يبقى أنت عندك حاجة غلط. النادي الأهلي كان بحاجة، هو عنده إشادات وهو مطمئن تماما لطريقة إدارته، لكن هو عنده إشادات كمان من كل الجهات اللي كانت بتتعامل معاه. احنا في طبيعة النادي الأهلي كمؤسسة تابعة للدولة فعندك جهة إدارية بتراقب الإنفاق المالي وطريقة عمل إدارة، عندك وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة
الإدارية، بعض الجهات الرقابية الأخرى كالرقابة الإدارية وغيرها، الحقيقة بتتابع أدائك الإداري وأدائك المالي. لم يحدث الحقيقة أنه أنت كان عندك مشكلة مرة واحدة، وحتى إذا كان في وقت من الأوقات بتتكلم عن ملاحظة سلبية فهي ملاحظة بسيطة أبدا لا ترقى إلى حد المخالفة. لما أنت تؤكد هذا الكلام من خلال مؤسسة محترمة ومحايدة وليس لها مصلحة غير في أنها بتقيم طريقة العمل داخل هذه المؤسسة الكبيرة، فده بيطمئن كل من يتعامل وكل أبناء النادي الأهلي على سلامة القصد وعلى طريقة الإدارة، وبنقول للناس شكرا أنتم على الطريق الصحيح. فدي شهادة من مؤسسة محترمة حيادية، الشركة المصرية وبالتعاون مع الشركة الأوروبية NES والشركة الأوروبية للنادي الأهلي، بتقول له أنت على الطريق الصحيح وإدارتك إدارة متميزة.